هذا ويقوم وفد مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، وبدعوة كريمة من معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث من المقرر أن يعقد وفد مجلس النواب خلال الزيارة الرسمية جلسة مباحثات مشتركة يناقش خلالها سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيزها. وللحديث أكثر عن مجريات الزيارة الرسمية لوفد مجلس النواب إلى الكويت، معنا عبر الهاتف سعادة النائب بدر الدوسري عضو مجلس النواب رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بالمجلس. مرحبا بك سعادة النائب معنا في نشرة لأهم الأخبار، ولو تحدثنا عن أبرز مجريات الزيارة الرسمية للمجلس النيابي إلى دولة الكويت الشقيقة. شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة للقائكم مرة أخرى في تلفزيون البحرين لنعبر عن هذه الدعوة الكريمة من معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث يقوم وفد النواب بزيارة رسمية برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب إلى دولة الكويت. وتأتي هذه الزيارة في ظل ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة، وحيث تحظى هذه العلاقات البحرينية الكويتية بالخصوصية على المستويين الرسمي والشعبي بفضل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية في كلا البلدين، ويعمل الجانبان على تعزيز تلك العلاقات والوصول بها إلى أعلى المستويات، بما يساهم في المزيد من التعاون المشترك لمصلحة شعبي البلدين الشقيقين. كما تستهدف هذه الزيارة لتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث ومناقشة آخر التطورات المستجدات التي يهتم بها الجانبين على الساحتين الإقليمية والعربية. وتشرفنا اليوم بلقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولي العهد، وأثنى على العلاقات البحرينية الكويتية، وتم نقل لسموه تحيات القيادة البحرينية والحرص على تعزيز العلاقات. ومن المقرر بإذن الله تعالى أن يعقد وفد مجلس النواب جلسة مباحثات مشتركة صباح غد بمقر مجلس الأمة الكويتي، بهدف بحث ومناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيزها وتنميتها على جميع المستويات، وتوسعة أطرق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل والتنسيق الثنائي المشترك على الصعيد البرلماني وفي المحافل الإقليمية والدولية. وكما سيتم استعراض سبل التعاون والتنسيق البرلماني المشترك بين الجانبين، والعمل على تفعيل دور اللجان البرلمانية البحرينية الكويتية في دعم العمل التشريعي في كلا البلدين في مجمل القضايا الإقليمية والدولية. سعادة النائب بدر الدوسري عضو مجلس النواب رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بالمجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.